ولمزيد من النقاش حول هذا الموضوع معنا من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري. مرحبا بك معنا. حياكم الله وحيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياكم الله. إذن الكاظمي يتعهد لوزير الدفاع التركي خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد بمنع الهجمات الإرهابية باتجاه تركيا. هل استطاع الكاظمي حماية البعثات الدبلوماسية من هجمات العبوات والصواريخ ليتعهد للوزير التركي بهذا التعهد؟ يعني والله أنا يعني أعتقد أن هذا الوعود التي يطلقها مصطفى الكاظمي لتركيا ربما هي تندرج ضمن سلسلة الوعود التي كان يطلقها منذ أن تنصب يعني رئاسة الوزراء، وحتى الآن لم يفي بأي وعد من وعوده التي تعهد بها. ولذلك فأنا في شك كبير من أنه قادر على أن يمنع الهجمات التي تطال الدولة التركية انطلاقا من الأراضي العراقية. يعني كل الوعود لم يفي بها ولم يستطيع، لأنه حتى لو امتلك الإرادة لتنفيذ هذه الوعود فهو لا يملك القدرة على تنفيذها. نعم، هناك يعني في مرات سابقة تعهد الكاظمي للرئيس التركي بطرد عناصر حزب العمال الكردستاني في زيارته الأخيرة إلى أنقرة على سبيل المثال. هل بمقدوره المضي بهذه الخطوة بالنظر إلى العلاقة الوثيقة بين ميليشيا الحشد والبيكاكا؟ يعني حقيقة في زيارة مصطفى الكاظمي إلى أنقرة يعني استبشر الكثير بأن هناك صفحة جديدة للعلاقات العراقية التركية ستفتح وتزدهر هذه العلاقة انطلاقا من الوعود الكبيرة التي يعني أطلقها مصطفى الكاظمي، وبالذات يعني موضوع تواجد حزب العمال الكردستاني على الأراضي العراقية والذي يعتبر من المواضيع الحساسة لتركيا. لكن فشل الكاظمي بتحقيق هذا الأمر، وربما يرجح أن هذا الفشل بسبب عدم قدرته على السيطرة على ميليشيا الحشد التي تدعم هذا الحزب وتدعم عمليات العسكرية ضد تركيا. كما تعلم أخي الكريم أن هناك تلاقي ما بين الحشد الشعبي ومنظمة حزب العمال الإرهابية في موضوع يعني عداءه لتركيا، ربما يعود لأسباب أيديولوجية، وربما هي عملية استقواء أحدهما بالآخر على تنفيذ أجنداتهم. لذلك الكاظمي هو غير قادر على أن يفعل شيء لحزب العمال بسبب عدم قدرته على السيطرة على الحشد الشعبي وتحجيمها ومنع نشاطاتها خارج العراق. وبالتالي فهي الحشد الشعبي الذي يعتبر مؤسسة، كما يقولون مؤسسة حكومية تابعة للدولة، لكن لديها نشاطات مع منظمات إرهابية خارج العراق كحزب العمال الذي هو حزب معارض للدولة التركية، وكذلك نشاطاته في سوريا وغيرها من البلدان. طيب أستاذ نظير، عندما يتحدث بعض النواب أن كثيرا من عناصر البيكاكا يستلمون رواتبهم من الحكومة في بغداد، ألا يعد هذا تناقضا بين حديث الكاظمي وإجراءات حكومته بشأن مكافحة الإرهاب؟ طبعا هذا الأمر يعني فضح يعني منذ وقت مبكر، وتم يعني كشف أن يعني عناصر حزب العمال لديهم تمويل مالي من الدولة العراقية من خلال الحشد الشعبي، وذلك عن طريق ماذا؟ عن طريق تشكيل مجاميع تابعة لحزب العمال عمليا، ولكن رسميا هي تابعة إلى الحشد الشعبي باسم أنه هذا يعني حشد تابع لكذا منطقة وكذا منطقة، ولكن بالحقيقة هي مجاميع مسلحة تابعة لحزب العمال، وبالتالي هم يستلمون الرواتب وغير الرواتب أيضا. هناك لديهم دعم عسكري يعني بالأسلحة والأعتدة، وهذا يعني فوضى عسكرية كبيرة يعيشها البلد ولا تستطيع الحكومة السيطرة عليها. كيف يعني يمكن للحكومة أن تفرض سيطرتها الأمنية على مناطق العراق وهي غير قادرة على ردع مجاميع مسلحة من النشاط داخل العراق؟ ليس فقط نشاطها العسكري، إنما يتم تمويلها من الخزينة العراقية. حقيقة هذه فوضى كبيرة
ويعني تسيب من قبل حكومة الكاظمي حتى بالمال العام للدولة العراقية. شكرا لك الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول.